حل ملحق بيت باي بيت يونت 2 الوحدة الثانية بيج 8 صفحة 8. اوكي عندي هنا تدريبات الديكتيشن الاملاء. عندي كلمة جمل يعني ايه؟ كامل. كامل كامل جمل واحد يبقى كامل. بجعة بيلكن بيلكن بيلكن. نسر او طائر العقاب ايجل ايجل. عنكبوت سبايدر 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 سبايدر. حشرة انسكت 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 انسكت. سحلية ليزرد ليزرد ليزرد. فيل إليفانت إليفانت. حشائش قلنا جراس لا جراس جراس حشائش. طيب الصف الثاني عندي تمساح كروكودايل كروكودايل كروكودايل. تمساح. ثعبان سكيل سنيك سنيك. حصان هورس هورس. أقدام مسطحة فلات فيت فلات فيت. فر فر. رمل ساند ساند. ثعلب الصحراء فينك فينك. فوكس. ماء عذب فريش واتر فريش واتر. طيب الصفات قبيح أغلي أغلي. مخيف سكاري هام important important. خطير dangerous مفيد helpful helpful نافع أو مفيد. جميل beautiful 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 في أي هنا. رائع أو ممتاز perfect perfect. سريع fast. طيب الصف الثاني عندي مزعج noisy غاضب angry قوي strong مدهش amazing لذيذ delicious حريص careful ضخم huge بطيء بقى slow slow. صفحة الثانية صفحة 9 تصرفات الأفعال. يتحكم أو يقيد عدد اسمها control ماضيها controlled يبقى control ايه؟ control. يعتقد يعني think. الباست الماضي يعني thought يبقى think thought. يعمل do أو make. لا make ماشي make يعمل أو made أو do did يفعل برضه. يحمل carry حملة carried. نحول الواي لـ أو. يعبر cross عبرة crossed. يملك have أو has ماضيها have. طيب تعال بقى هنا في السؤال الأول choose the correct answer from مع بعض. We can use camel's fur يعني يمكن أن نستخدم فرو الجمل to make it عشان نعمل إيه؟ عشان نعمل إيه؟ كلوز ملابس صحيا كلوز. نمبر 2 there is a bird هو الطائر. إيه اللي الطائر فضوله؟ البيليكن ولا الهورس ولا الفوكس ولا الكامل؟ الحصان طائر؟ لا البيليكن البلكن الباجعة هي الطائر. صحيح. نمبر 2 camels have large flat feet أقدام مسطح. نمبر 4
Spiders are very easy eat insects. العناكب ايه بتاكل حشرات بقى very ايه؟ لا helpful. Helpful مفيدة زي ما انت عاملها كده. Helpful. Number 5. Farmers like spiders. الفلاحين بتحب العناكب because they eat عشان بتاكل ايه؟ هما بيحبوا العناكب عشان العناكب بتاكل ايه؟ مايس، بيردز، سنيكس، انسكتس. انسكتس بتاكل الانسكتس الحشرات يبقى هنا انسكتس. نمبر 6 كاملز ار فور ذا ديزرت. كاملز ار ايه للصحراء؟ بيرفكت. بيرفكت. نمبر 7 ذا اليفانت. الفيل از الفيل ايه؟ هيوج. اسمه يعني صغير. الفيل هيوج. هيوج يعني ضخم يعني كبير. هيوج. طيب تعالى هنا. read and complete the text with the word in the box. اداك كلمة heads. heads دي يعني رؤوس يعني راس وراس وراس. strong يعني قوي. perfect يعني مناسب. وفير يعني فار. وكروس يعني يعبر. يبقى احنا لازم نقرا كده ونترجم القطع علشان نحل الاسئله. كاملز الجمال ار اميزنج مدهشه. زي ار انيمالز يبقى زي ار ايه؟ سترونج حيوانات قويه يبقى نكتب كلمه سترونج. زي هيلب اس تو زي هيلب اس تو كاري ثينجز اند بيبل تو كروس. بتساعدنا ان احنا نحمل الاشياء والناس عشان نعبر الصحراء. We can use there ممكن نستخدم الفر الفرو بتاعها to make clothes عشان نعمل ملابس. Camels or الجمال or ايه؟ Perfect for the desert مناسبة للصحراء. But camels are noisy and can get angry. ولكن الجمال مزعجة وممكن تغضب. سؤال تالت read and write the correct form of the word between brackets. A mouse is small than a cat. هنا في than يبقى نحط لها ER يبقى smaller. Smaller يعني أصغر من. Number 2 A giraffe is more tall than a horse. طب ايه؟ taller عشان الصفة القصيرة بنحط لها ER وthan وطول طبعا صفة قصيرة. Number 3 A snake is scarier that يبقى ايه؟ than يعني مخيف اكثر من. Number 4 dogs are noisy than cats to be noisier ازعج من ايوه نحط لها IER نحوش الواي ونحط IER لان قلنا الصفه اللي منتهيه بواي بنحولها لاي. The elephant is big than a lion to be bigger بس هنضعف الجي يعني نخلي 2 جي صح كده. Number 6 eagles are much beautiful to be قلنا لما نقارن بين اتنين فالصفة الطويلة بنحط more قبل الصفة يبقى more beautiful than. Number 7 camels الجمال are perfect for the camels هنا more ولا perfecter لا more ممكن تقول perfecter برضه يعني ممكن تحط دي وممكن تعمل دي. طيب بانكت ويز في اللونج رقم ده هنبدا بكابيتال تي وهنا هنحط الفول ستوب في الاخر يعني نقطه فول ستوب يعني نقطه ونبدا بكابيتال تي حط لها ازاي لما انا صححت كل ده ماشي ما هي عادي هنيجي عاملين كده احنا بنبدا اول جمله بكابيتال تي وهنا الفول ستوب في الاخر.